السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة أسيوط، أهلا بكم في محاضرة جديدة في الفارماكوكينيتكس. ترتيب المحاضرة دي عندنا في البلوك اللي انتوا شغالين فيه حاليا هي المحاضرة رقم 16، وفي نفس الوقت هي المحاضرة الرابعة والأخيرة ليا في الفارماكوكينيتكس. طبعا معكم الدكتور محمد مصطفى البدر. هنتكلم النهاردة في المحاضرة الأخيرة عن اتنين تانيين من الفاريابلز. كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن البايوفيلابيليتي والفوليوم والديستريبيوشن. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكليرانس والبيولوجيكال هاف لايف، وهنتكلم في الآخر عن حتة صغيرة حاجة اسمها ثيرابيوتيك دراج مونيتورينج إن شاء الله. لو بدأنا بالكليرانس اللي هو الاختصار بتاعها CL، مقصود بها بالعربي أو الديفينيشن بتاعها بالعربي معدل التخلص من الدواء كل الطرق. من كل الطرق دي ممكن تبقى عن طريق الليفر، عن طريق الكيدني، عن طريق البال أورجانس. اوكي، فالديفينيشن بتاع الكليرانس it is the rate of elimination by all routes، معدل التخلص من الدواء كل الطرق. زي ما قلت لك كل الطرق دي ممكن تبقى ليفر، كيدني، غيره. relative to the concentration of the drug in any biological fluid، يبقى rate of elimination على concentration بتاع الموجود في البلازما، هو ده الكليرانس. اوكي، زي ما قلنا الكليرانس بتخلص من الدواء يا اما عن اللي بيخلصني منه ممكن الليفر عن طريق ان هو ممكن يكون بيعمل له ميتابوليزم، او عن طريق الكيدني. الكيدني بتعمل له اكسكريشن، اكسكريشن الادويه ممكن تبقى unchanged او اكسكريشن لبعض الميتابولايتس. يا ترى هل الاثنين دول اسميهم رينال كليرانس او كيدني كليرانس؟ لا، كليرانس بتاع الكيدني هو الجزء بس اللي بيطلع عن تشينج باز كيدني، انما شويه الميتابلايت اللي بيطلعهم الكيدني دول ده شغل الليفر اساسا، ده شغل ايه؟ الليفر. فلو الدواء بتاعي بيحصل له ميتابوليزم في الليفر، بيتحول من اكتف لان اكتف، من اكتف لان اكتف عن طريق الليفر ميتابوليزم، وبعد كده الكيدني بتعمل لي اكسكريشن للان اكتف ميتابلايتس. هنا الدواء ده لازم اقول عليه ان بيحصل له كليرانس عن طريق الليفر وليس الكيدني. اي نعم الكيدني بتعمل لي اكسكريشن، بس لمين؟ للان اكتف ميتابلايتس. حتى لو الان اكتف ميتابلايت دي ما طلعتش، لو واحد عنده رينال فيلير هتفرق معايا؟ بالتاكيد مش هتفرق معايا، لكن لو في هيباتيك فيلير هتفرق معايا. يبقى خلي بالنا الكليرانس بتاع الليفر ممكن يكون بيعمل له ميتابوليزم ويحوله من اكتف لان اكتف ميتابلايتس. على فكره الليفر ممكن يعمل حاجه تاني كمان، ياخد الدواء يعمل له اكسكريشن عن تشينجد في البايل. يبقى كده خلصنا من الدواء وننزل في البايل، ينزل في الانتستين، ينزل مع الاستول. يبقى الليفر بيعمل كليرانس عن طريق حاجتين، يا اما يعمل له ميتابوليزم من اكتف لان اكتف ميتابلايتس، يا اما يعمل له اكسكريشن عن تشينجد في الايه؟ في البايل. انما الكيدني هي كميه الادويه اللي بتحصل لها اكسكريشن عن تشينجد باي كيدني. في ماينر اورجان زي اللونج بتعمل كليرانس، ادويه الانستيزيا بالذات زي ما بتدخل اثناء الانسبيريشن بتخرج اثناء الاكسبيريشن. في بقى الاورجانز ممكن يبقى ليها دور بسيط في عمليه الكليرانس، انما اهم تو اورجانز هو الليفر والكيدني. ممكن هما الاثنين يشاركوا، جزء يكون بيحصل له ميتابوليزم وجزء يكون بيطلع عن تشينج. يبقى هنا اعتماد على التو اورجانز، او من الليفر او من الكيدني. اوكي، فدي بتختلف من دواء للتاني، يا اما من الليفر يا اما من الكيدني، يا اما جزء كده وجزء كده على حسب الدواء. اوكي، في حاجة اسمها التوتال أو السيستميك كليرانس، إن أنا أجمع الكليرانس اللي عملها الليفر زائد الكليرانس بتاعت الكيدني زائد الكليرانس بتاعت الأذر أورجان يطلع لي التوتال أو السيستميك كليرانس. يا ترى إحنا اتفقنا في كل فاريبل لازم نعرف إيه هي الفاكتورز وإيه السيجنفكت. فعندنا إيه الفاكتورز الأفكتنج كليرانس؟ هنا دي ما أقدرش أحددها بالظبط، لأن دي بتعتمد على الدواء. يا ترى أنت يا دواء بيحصل لك كليرانس عن طريق الليفر ولا عن طريق الكيدني ولا الاثنين؟ لو الدواء ده بيحصل له كليرانس عن طريق الليفر، يبقى الكليرانس بتاعته هتتاثر بكل الفاكتورز اللي افكتنج الباي ترانسفورميشن اللي احنا قلناهم قبل كده، اللي هم الجينيتيك بوليمورفيز والانزيم ديوسر والانزيم انهبيتر والايج والسكس والانفيرمنتال فاكتور والباثولوجيكال فاكتورز. اوكي، انما لو الدواء بيعتمد في الاكسكريشن بتاعته، بيعتمد في الكليرانس بتاعته عن طريق بيعتمد في الكليرانس بتاعته عن طريق الكيدني، يبقى هيتاثر بالفاكتورز الافكتنج الرينال
اكسكريشن ما احنا كلهم قلناهم برضه قبل كده، اللي هم رينا بلاد فلو، الليبيد سولبيليتي، بلازما بروتين بايندينج، الميلكر ويت، الهيلث ستيت وغيره. اوكي واتفقنا. لو الدواء ده بيعتمد على تو اورجانز هيبقى هيتاثر بالايه؟ بالمجموعتين من الفاكتورز. اوكي ايه بعد كده انواع الكليرنس؟ في عندي الكليرنس ممكن تبقى كونستنت او ممكن تبقى فاريبل. ايه الفرق بين الكليرنس الكونستنت والفاريبل؟ لما اقول كونستنت كليرنس معناتها الكليرنس بتاعتي ثابته واتفر التركيز. اقول لك مثلا الكليرنس بتاع الدواء ده 10 لتر في الساعة، يعني في الساعة الواحدة بنضف 10 لتر من الدواء تماما وتفر التركيز بتاعي. لو التركيز عالي التركيز قليل لازم الكدني مثلا او الليبر الاورجان سواء كليرنس له المقدرة ان ينضف 10 لتر في الساعة. يبقى انا هل اعتمد على الدوز هنا؟ لا، هنا الدوز اندبندنت. 10 لتر هنضفهم في الساعة وتفر التركيز كتير تركيز قليل ده بقى شغلتي انا بقى. لو التركيز عالي هشتغل اكتر عشان انضف 10 لتر في الساعه. لو التركيز بتاع الدواء قليل هشتغل شغل خفيف وانضف برضو 10 لتر في الساعه. يبقى هنا النوع الاولاني. النوع الثاني الكليرنس بقى فاريبل. لما تكون تركيز الدواء قليل بنضف 10 لتر في الساعه، انما لما يعلى التركيز هنا الاورجان المسؤول عن الكليرنس بيحصل له ساتوريشن. يبقى هنا في نوع من الساتوريشن بس تشبع، فكده لما يعلى التركيز مش هقدر انضف 10 لتر في الساعه، هضطر انضف 8 لتر في الساعه بس. ولو عالي اكتر عن كده هنضف 5 لتر في الساعه، ولو عالي اكتر من كده هنضف 3 لتر في الساعه. ليه هنا؟ هنا الاورجان ما بيقدرش يضاعف الشغل بتاعه لما التركيز يعلى، ما يقدرش يزود الريت على الكليرنس عشان يثبت الكليرنس، فيضطر ايه بقى؟ الكليرنس تبقى فاريبل على حسب الدوز. يبقى ده هنا بقى دوز ديبندنت. لو لو دوز هنضف 10 لتر في الساعة، علي التركيز شوية هنضف 8 لتر بس، علي أكتر هنضف 5 لتر وهكذا. يبقى هنا variable، هنا دوز dependent. النوع الأولاني اللي هو constant بسميه linear أو first order kinetic، النوع الثاني بسميه non linear أو zero order kinetic. طبعا زي ما هنقول بعد شوية أهمية الكليرنس، أنا بستخدم الكليرنس للمحافظة على CCS اللي هو التركيز الممتاز، سي سي اس اللي هو الستيت ستيت كونسنتريشن، التركيز الممتاز. عشان احافظ على التركيز الممتاز ده المفروض ابقى عارف انا الريت اوف كليرنس بتاعي، ابقى عارف الريت اوف كليرنس كام وادي كميه دواء اثبتها تعوض الريت اوف كليرنس. فلما يكون عندي ريت اوف كليرنس ثابت انا اثبت الدوز بتاعتي وبالتالي الليفل بتاعي او السي سي اس هتبقى ثابته. فهنا في النوع الاولاني الكليرنس عندي كونستنت، يبقى هقدر اثبت الدوز اللي انا بديها اللي بسميها دوزنج ريت ولا لا هقدر اثبتها، وبالتالي ايه كميه الدواء اللي بتنضف بقدر اعوضها بالدوزنج ريت. يبقى كده ايه السي اس اس الخط بتاعها هيفضل ايه؟ هيبقى ثابت، يبقى ايزي تو مينتين السي اس اس. انما النوع الثاني بقى الكليرنس بتاعتي متغيره فاريبل، يبقى المفروض كل شويه اعمل ايه؟ اغير الدوز. يبقى عمليه المينتين للسي اس اس مينتيننج للسي اس اس هنا بتبقى مور ديفيكالت، مور ديفيكالت. ليه؟ لان هنا الكليرنس ما هي ثابته، يبقى الدوز بتاعتي المفروض دوزنج ريت تبقى ثابته كل شويه اغير فيها. اوكي لما تقل الكليرنس المفروض اقل الدوز وهكذا، يبقى مشكله. يبقى النوع الثاني ده difficult to maintain CSS، عشان كده ده نوع سيء الفاريبل كليرنس. انما النوع الاولاني easy to maintain CSS. الحمد لله الكونستنت كليرنس تحصل مع معظم الادويه، انما الفاريبل مع فيو دراجز، مع فيو دراجز تحصل مع هاي دوز واسبرين فينيتون ايثانول. طبعا بقول هاي دوز، لكن لو لو دوز بيبقى الريت ثابت 10 لتر في الساعه، 10 لتر بنضاف في الساعه. لما اعلي الدوز بتاعتي يبدا يقل بقى، يبقى 5 لتر 8 لتر على حسب الدوز. واضح الفرق بين الكونستنت والفاريبل كليرنس. نيجي بقى للسيجنيفيكانت بتاعت الكليرنس. ايه اهميه الكليرنس بقى؟ طبعا اهميه الكليرنس زي ما اتفقنا من شويه، الكليرنس لازم ابقى عارفها. يا ترى مين اللي بيعمل كليرنس للدواء ده؟ ليفر ولا كدني ولا تو اورجانز في نفس الوقت؟ اهميتها لما يكون المريض بتاعي عنده مشكله في الليفر او الكدني هيختار له دواء مفروض الكليرنس ما تعتمدش على الدواء، ما تعتمدش سوري اختار له دواء الكليرنس ما يعتمدش على الاورجان اللي فيه مشكله. يعني قدامي دوين، دواء بيعتمد على الليفر ودواء بيعتمد على الكدني.
والعيان بتاعي عنده رينال فيلير، يبقى هل اختار له الدواء اللي بيعتمد على الكدني في الكليرنس واديه له؟ لا، اختار له الدواء اللي بيعتمد على الليفر. يبقى لو في العيان عنده رينال فيلير استخدم الادويه اللي ما تعتمدش على الكدني في الكليرنس، لان كده الدرج هيحصل له اكيوميليشن عمليه توكسيستي. والعكس بقى، لو هباتك فيلير هاخد دواء بيعتمد على الكدني وليس الليفر. يبقى دي اول حاجه لما يكون عندي اورجان ديسفانكشن اختار الدواء المناسب ليا. طبعا لو الدواء ده بيعتمد على التو اورجانز وفي نفس الوقت العيان عنده مشاكل في تو اورجانز هتبقى مشكله بقى. الحاجه الثانيه لسه قايلينها او الثالثه، الكليرنس سميتها يوز تو مينتين الستيت ستيت كونسنتريشن. ستيت ستيت كونسنتريشن او بسميها التارجت كونسنتريشن، التركيز الممتاز اللي نفسي احافظ عليه. احافظ عليه ازاي التركيز الممتاز ده؟ لما الريت اوف كليرنس يساوي الدوزنج ريت، الكميه اللي بتنضف بعوضها بالدوز اللي انا بديها. فلو عرفت الريت اوف كليرنس اقدر ايه؟ اثبت الدوزنج ريت. اوكي؟ يبقى الستيت ستيت كونسنتريشن ويل بي اشيفد وين ذا دوزنج ريت اللي هي الدوز اللي انا بديها الريت اوف اكتيف دراج انترنج سيستمك سيركيليشن ايكوال لمين؟ للريت اوف كليرنس. يبقى ده الكلينيكال سيجنيفيكانت بتاعت الكليرنس. ندخل على الفاريبل الرابع، بايولوجيكال هاف لايف او تي هاف، اللي هو بالعربي كده اسمه عمر النصف بتاع الدواء. ايه بقى عمر النصف بتاع الدواء ده؟ نفرض دلوقتي التركيز بتاع الدواء بتاعي 100 مللي جرام في البلاط. امتى ال 100 دول هيبقوا 50؟ بعد 10 ساعات. يبقى ال 10 ساعات دي هي ايه؟ الهاف لايف او تي هاف. يبقى التي هاف هو التايم اللي محتاجه عشان تركيز الدواء يقل للنص. يبقى اقول لك التي هاف بتاع الدواء ده 10 ساعات، يعني ايه؟ يعني بعد 10 ساعات التركيز الموجود قدامي دلوقتي هيقل للنص. لو هو 100 مللي جرام يبقى بعد 10 ساعات هيبقى 50 مللي جرام. اقول لك التي هاف بتاع الدواء ده ساعه واحده، يبقى بعد ساعه واحده ال 100 مللي جرام هيبقوا كام؟ هيبقوا 50. ادي معنى كلمه التي هاف. يبقى التايم نيدد فور ذا بلازما كونسنتريشن او الاماونت اوف ذا دراج ان ذا بودي تو بي ريديوز بكام؟ ب 50%. اوكي؟ ازاي نعمل كالكوليشن للتي هاف؟ في معادله اخدناها المره اللي فاتت في الفي دي، احنا بس جبنا التي هاف لوحديها، فالمعادله هتصبح التي هاف بتساوي الفي دي في الرقم ده اللي هو 0.693 على الكليرنس. يبقى التي هاف هنا ايه؟ بتعتمد على حاجتين. يبقى ايه الفاكتورز افكتنج التي هاف؟ الفي دي والكليرنس. طبعا الفي دي تناسب طردي والكليرنس تناسب عكسي. يبقى كل ما تزيد الفي دي يزيد التي هاف، كل ما تزيد الكليرنس يقل التي هاف. طبعا طالما التي هاف بتاثر بالفي دي والكليرنس يبقى اكيد هتاثر باي فاكتور افكتنج الفي دي واي فاكتور افكتنج الكليرنس. يبقى تفتكروا لو في رينال فيلير التي هاف هتاثر لو الدواء ده اعتماده على الايه؟ لو الدواء ده اعتماده على لو في رينال فيلير والدواء ده اعتماده على الكدني في الكليرنس، طبعا رينال فيلير هتقلل الكليرنس، يبقى التي هاف هيحصل لها ايه؟ هتزيد. حاجه بالمنطق ماشي، مشاكل في الكدني الدواء مش هيطلع، يفضل ايه؟ شغال فتره اطول، يبقى التي هاف هتزيد. واضح؟ ايه الكلينيكال سيجنيفيكانت بتاعت التي هاف؟ اول حاجه لو عرفت التي هاف، اقول لك التي هاف بتاع الدواء ده 10 ساعات. لو عرفت التي هاف بعرف الوقت اللي هوصل بيه للسيسس، التركيز الممتاز ده اللي هيديني احسن افكت. بوصل له امتى التركيز الممتاز ده؟ بوصل لهذا التركيز الممتاز بعد 5 تي هاف، بعد 4 ل 5 تي هاف. يبقى امتى بصل للسيسس التركيز الممتاز؟ بعد يوم ولا يومين ولا اسبوع من استخدام الدواء؟ لا، دي بتعتمد على التي هاف. هشوف التي هاف كام واضربها في 4 او 5، نقول مثلا 5. يبقى لما اقول لك التي هاف بتاع الدواء ده ساعتين، يبقى امتى اصل السي سي اس؟ بعد 5 تي هاف. يبقى 2 بضربها في 5 يبقى 10 ساعات. يبقى بعد 10 ساعات بصل للتركيز الممتاز اللي هو السي سي اس، هوصل له بعد 5 تي هاف. تمام؟ لو التي هاف بتاع الدواء ده اسبوع، يبقى امتى هصل للسي اس اس؟ هضرب 5 في 7 يبقى 35 يوم، يعني تقريبا بعد شهر بصل للسي اس اس تركيز ممتاز. طبعا ممكن تبقى مشكله، هاخد وقت طويل عشان اصل للسي اس اس. الوقت الطويل ده حاله العيان ما تستحملش، حاله العيان ايه؟ ما تستحملش الوقت الطويل، ما تستحملش
الانتظار الطويل ده الشهر ده. فعشان كده بلجأ ان انا بختصر الشهر ده، بدي حاجه هنقولها بعد شويه اسمها اللودنج دوز، بدي بدل ما ادي المينتنس دوز العاديه الصغيره بشحن المريض بجرعه كبيره قوي عشان اصل للسي اس اس بسرعه. الكلام ده امتى؟ في حالات الطوارئ او حالات العيان ما تستحملش الانتظار. اوكي، يبقى اول اهميه للتي هاف ان انا بعرف من خلالها امتى اصل للسي اس اس. اوكي، ومش بس كده وبس، بيقول لي لما المريض يوقف استخدام الدواء برضه من خلال التي هاف بقدر اعرف امتى الدواء يحصل له كومبليت اليمينيشن من الجسم. امتى الدواء بيحصل له كومبليت اليمينيشن؟ برضه زي ما اخد 5 تي هاف عشان يصل للسي اس اس، برضه محتاج 5 تي هاف عشان يحصل له كومبليت اليمينيشن. وقفت الدواء النهارده، امتى اخر كميه تطلع من جسمي؟ بعد 5 تي هاف. يعني لو اشوف تي هاف ده يوم، يبقى بعد 5 ايام هينتهي مفروض، مش هينتهي المفروض ده هيبقى المفروض الدواء ايه او تركيز الدواء عمال يقل يقل لحد ما يصل تقريبا للزيرو بعد 5 ايام. ودي ممكن ايه نسال فيها. ماشي، يبقى اقول لك مثلا تركيز الدواء دلوقتي 100 مللي جرام والتيار بتاع الدواء ساعتين، قول لي تركيز الدواء بعد 6 ساعات. ركز معايا تاني، يبقى دلوقتي عندي تركيز الدواء كام في البلد؟ 100 مللي جرام، والتي هاف كام؟ ساعتين. انا عايز اعرف بعد 6 ساعات التركيز هيبقى كام. طبعا بعد ساعتين اللي هي التي هاف ال 100 دول هلاقيهم كام؟ هلاقيهم 50. الكلام ده بعد ساعتين، لسه انا عايز بعد 6 ساعات. ال 50 دول بعد ساعتين كمان يبقوا 25، 25 دول بعد ساعتين كمان هيبقوا النص 12 ونص. يبقى معنى ذلك لو التركيز عندي 100 مللي جرام والتي هاف ساعتين، يبقى معنى ذلك بعد 6 ساعات اللي هي 3 تي هاف ال 100 دول اللي لقيناهم كام؟ هيبقوا 12 ونص. تمام؟ وبالمثل ممكن احسب اي حاجه. اوكي؟ ايه الاهميه الثانيه؟ لسه قايلينها. قلنا لو حسينا ان التيار بتاع الدواء دي طويله شويه، حاله العيان ما تستحملش، بضطر ادي مين؟ اللودنج دوز، فيري هاي دوز، بديها ات ذا ستارت اوف ثيرابي عشان اصل للسي اس اس بسرعه. ماشي؟ الاهميه الاخيره للتهاب بتساعدني في اختيار الدوز انترفال. اللي هدي الدواء كل كام؟ في دواء بديه كل 6 ساعات، دواء بديه كل 12، دواء بديه كل 18، دواء بديه كل 24 ساعه. دي بتعتمد على التهاب. ماشي؟ لازم الدوز انترفال تكون اقل من التهاب. يعني لو التهاب بتاع الدواء ده 18 ساعه، يبقى هديك كل 12 ساعة مش كل 24. ليه؟ لأن بعد 18 ساعة بيكون تركيز الدواء قل للنص لو تعرف 18 ساعة. لا أنا بديك كل كام؟ كل 12. يبقى قبل ما تركيز الدواء قل للنص بكون مديك، يبقى كده حلو قوي. يبقى أنا كده إيه بحافظ على الليفل بتاعي إلى حد ما كونستنت، ما يبقاش عمال فيه فلكتويشن تذبذب جامد عمال يقل جامد ويعلى جامد. يبقى الدوز انترفال يوجوالي بتبقى شورتر ذان ذا تي هاف. التهاب مثلا 36 ساعة، يبقى دي كل كام؟ كل 24 ساعة. اوكي؟ التهاب 8 ساعات، يبقى دي كل كام؟ 6 ساعات. ده ان جنرال، لكن اكيد في عندنا بعض الاكسبشنز. يبقى دي اهمية التهاب او الهاف لايف. نتكلم شوية عن حاجة اسمها المينتنس دوز واللودنج دوز. المينتنس دوز It is the dose that needed to maintain CSS. اوكي؟ فاكرين اللي سميناها dosing rate. Maintenance dose أو dosing rate. هي الدوز اللي needed إيه؟ عشان أحافظ على CSS. دي بتعتمد على إيه؟ على الكليرنس. وبحسبها إزاي؟ على المعادلة بتاعتها. المينتنس دوز بتساوي الكليرنس في CSS. ماشي؟ يبقى المينتنس دوز هنا اعتماد على مين؟ على الكليرنس. تعال نشوف اللودنج دوز إيه بالظبط. اللودنج دوز دي دوز بقى يوز تو ريتش السي اس اس عشان اصل للسي اس اس بسرعه. دوز كبيره بديها في بدايه العلاج، الهدف منها اصل للسي اس اس بسرعه. هنا بتعتمد على الفي دي، يبقى المعادله بتاعتها اللودنج دوز بتساوي الفي دي في السي اس اس. المينتنس دوز كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي الكليرنس في السي اس اس. يبقى المينتنس دوز بتعتمد على الكليرنس، انما اللودنج دوز بتعتمد على الفي دي. اوكي، ندخل في اخر نقطه عندنا ان شاء الله في الكينيتكس،
اللي هي ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج، ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج او تي دي ام. ايه بقى حكايه التي دي ام ده؟ لو شفنا الديفينيشن بتاعه، ان انا باخد من المريض بتاعي عينه من البلاد وابعتها المعمل، معمل القياسات الدوائيه الموجود في المستشفى او اسمه معمل التي دي ام، ماشي. في هذا المعمل اقول لهم شوفوا لي الليفل بتاع الدرج بتاعي كام، يقول لي الليفل بتاع الدرج بتاعك مثلا 100 مايكرو في الملي. اشوف انا بقى بيبقى عندي جداول وقارن بقى ال 100 مايكرو ديت في الملي، هل دي كميه كويسه ولا قليله ولا عاليه. يبقى ده الديفينيشن، بروسيس اوف ميجرنج اوف ذا بلازما كونسنتريشن اوف ذا دراج ان ذا بايولوجيكال فلويد زي البلازما. ايه الهدف مني؟ الهدف مني ان الرقم اللي هيدهوني اتاكد ان في عندنا ايه، زي ما نشوف رسمه بعد شويه، في مينيمم كونسنتريشن وفي ماكسيمم كونسنتريشن. المفروض تركيز الدواء كويس ما يقلش عن المينيمم وما يزيدش عن الماكسيمم، عاوزه في النص يبقى ممتاز. اوكي؟ يبقى الهدف مني من هذه العمليه ان ايه؟ انشور ذات الدراج كونسنتريشن ما بين مين؟ ما بين المينيمم افكتيف والماكسيمم سيف كونسنتريشن. وادي في عندي الرسمه الجميله دي اللي قدامكم. تعال نشوف، في عندي خطين، خط من فوق مكتوب عليه اللي عند ال 20 ده اسمه الماكسيمم كونسنتريشن، اعلى تركيز مفروض مع ايه؟ ما زدش عنه. وفي خط تحت عند ال 10 ده مكتوب اسمه المينيمم افكتيف كونسنتريشن، ده اقل تركيز بيديني ايه؟ افكت كويس. اوكي؟ مفروض عندي التركيز بتاع الدواء بتاعي يكون في النص. في قدامي ثلاث كيرفات، كيرف احمر، كيرف اخضر، وكيرف ازرق للثلاث ادويه. افتكروا مين الاحسن؟ طبعا الاحسن الاخضر. ليه؟ لان التركيز البيك بتاعي واصل ايه؟ في النص، يبقى ده ممتاز جدا. انما الدرج الاحمر ده واصل لايه؟ معدل ماكسيمم، معدل ايه؟ الماكسيمم، يبقى ده معنى ذلك ممكن يبقى فيه توكسيستي، المفروض اقلل بسرعه الجرعه. الازرق ده بيلو المينيمم، يبقى مش هيديني افكت خالص، او هيبقى افكت ضعيف، انا محتاج ازود الجرعه شويه عشان اوصل للايه؟ للرينج اللي انا عايزه ما بين المينيمم والماكسيمم. اوكي؟ طبعا هذه العمليه تي دي ام ديت عمليه مكلفه، بتاخد فلوس كتير، بتاخد وقت كتير. هل اي واحد بياخد اي دواء نقول له تعالى نعمل لك تي دي ام نشوف الليفل بتاع الدرج بتاعه اخباره ايه عندك؟ هل في النورمال رينج ولا اقل ولا اكتر؟ لا طبعا، عمليه مكلفه، يبقى ليها انديكيشن معينه. ما يبقاش واحد بياخد مثلا اسبرين بخمسة جنيه العلبة بتاعته أروح أعمل له تي دي إم مثلا ب 100 جنيه. ما ينفعش. ماشي؟ فأول حاجة الإنديكيشن بتاعتي الأدوية اللي ليها لو ثيرابيوتيك إندكس، أدوية سيئة السمعة، أدوية ليها نارو سيفتي مارجن، الفرق ما بين الإفكتيف دوز والتوكسيك دوز قليل. الإفكتيف دوز حباية، التوكسيك دوز يبقوا خمس حبايات، يبقى الرينج عندي ضيق قوي أنا. في دواء تاني الافكتيف حبايه والتوكسيك 10 حبايات، يبقى ده دواء كويس. انما الادويه اللي هي لو ثيرابيوتيك اندكس او نارو سيفتي مارجن هي دي الادويه السيئه. زي مين الادويه السيئه اللي محتاجه تي دي ام اللي هي لو ثيرابيوتيك اندكس؟ الديجيتاليز اللي هو الديجوكس بتاع الهارت فيلر، ادويه الابليبسي زي الفينيتوين، كاربامازبين، فينوباربيتون، الانتي كانسر دراجز، الامينو جلايكوزايدز اللي هي انتي بايوتكس اتكلمنا عنها، كل هذه الادويه سيئه جدا، التوكسيس تحصل بسهوله. فالعيان بالذات لو بياخدها لفتره طويله شويه يبقى محتاجين كل شويه نعمل تي دي. رقم اثنين فيلير اوف ثيرابيوتيك ريسبونس ات يوجوال افكتيف دوز. احنا 100 واحد خدنا الدواء كلنا حصل لنا ريسبونس بعد واحد. ايش معنى انت يا واحد؟ فباخد عينه اشوف الليفل كويس ولا قليل ولا ايه بالظبط عشان اعرف المشكله عنده كاينيتك ولا دايناميك. كاينيتك ما فيش دواء وصل ولا دايناميك الدواء وصل والريسبتور مش شغاله. اوكي؟ الانديكيشن الثالث الناس اللي عندها مشاكل في الليبرال كده، الكليرانس اكيد هتاثر بمقدار كام بقى؟ اديله نص الجرعه ولا ربع الجرعه ولا ثلث الجرعه؟ فباخد عينه من البلاط واشوف اللي بتاع الدراج واشوف التركيز اخباره ايه؟ لقيته في النورمال رينج يبقى واضح المشكله اللي في كدنا او الليفر ما اثرتش كتير على الايه؟ على الدواء بتاعي، يبقى خلي الدوز المعتاده. لقيت الليفل عالي جدا يبقى نقلل بسرعه الجرعه وهكذا، يبقى ده لو في مشاكل في الليفر او الكدني. رقم اربعه مالتي دراج ثيرابي، واحد بياخد دوايين ثلاثه اربعه في بينهم انتر اكشن
زي ما شفنا احنا اتكلمنا، خلي بالكم في الفورمات كاينتيك ده، في فورمات كاينتيك انتراكشن اللي داخل الديناميك طبعا، بس دلوقتي اتكلمنا عن الكاينتيك انتراكشن. في الابزوربشن ممكن في تاثر، في الديستريبيوشن دواء بيطرد دواء، في الميتابوليزم دواء بيسرع او يقلل ميتابوليزم دواء تاني، في الاكسكريشن دواء بيسرع او يمنع الاكسكريشن بتاع دواء تاني. فانا مش عارف مقدار الانتراكشن ده قد ايه، يبقى في هذه الحاله المفروض اعمل ايه؟ تي دي ام. الانديكيشن الخامس دايجنوزيس اوف دراج توكسيستي، دايجنوزيس اوف دراج توكسيستي، شاكين في توكسيستي الدواء يبقى اعمل تي دي ام اشوفه على الليفل عالي. الحاجه الاخيره في الانديكيشن الناس المدمنين، المدمن طبعا بيقول لك انا ما باخدش حاجه وده حكمتي يمين، عايزين نتاكد ناخد عينه من البلاط ونشوف ايه اللي عنده ولا ما باخدش حاجه ولا، دي الحالات اللي محتاجه تي دي ام. في بقى حالات مش محتاجه تي دي ام، ولو عملت تي دي ام فيها يبقى ضيعت سيادتك، ضيعت وقت وفلوس على الفاضي. زي ايه الحالات دي؟ حالات اللي هي لما يكون الافكت بتاع الدراج ميجرابل يمكن قياس مفعول الدواء بسهوله، زي ادويه الهايبرتنشن. انا لو قست الضغط بسهوله كده بجهاز الضغط لقيت الضغط بتاعي انخفض جامد يبقى واضح الجرعه بتاعتي عاليه، اقلل الجرعه شويه. لقيت الضغط مازال عالي يبقى ازود الجرعه، الضغط بتاعي نورمال يبقى الجرعه بتاعتي مظبوطه. بالمثل ادويه الدايبيتس اخد عينه بلاد نقطه الدم واعمل ايه؟ اشوف الجهاز يقول البلاد جلوكوز اخباره ايه؟ اعرف الدوز مظبوطه ولا ازودها ولا اقللها. اوكي؟ يبقى هنا لما يكون الافكت بتاع الدراج ميجرابل مش محتاج اعمل تي دي ام. اوكي؟ يبقى دي ايه؟ دي الحالات اللي مش محتاجه تي دي ام. اوكي؟ لما يكون الافكت بتاع الدراج ميجرابل زي ادويه الانتي هايبرتنسيف دراجز، الانتي دايابيتيك دراجز، الانتي كواجلانت، بسهوله بقدر ايه؟ بقدر اقيم الدواء بتاعي بدون ما اعمل تي دي ام وادفع فلوس واستنى وقت. اوكي كده بقى ايه، خلصنا الفارماكوكاينيتكس ونشكركم وكل سنه وانتم طيبين وربنا يوفقكم ان شاء الله.